طبعا هلا رح نتحدث عن النوع الرابع من انواع السياحة اللي هو السياحة العلاجية. المقصود في السياحة العلاجية اللي هي قيام الفرد بالسفر من اجل الاستشفاء والعلاج والاهتمام بصحته الجسدية. في عنا اماكن انا ممكن ازورها للاستشفاء من بعض الامراض مثل امراض الروماتيزم، امراض العظام، امراض الجلدية. هاي السياحة اللي هي مثلا زيارة أماكن تحتوي على مياه معدنية حارة مثل حمامات معين عندنا في الأردن موجودة مثل الحمة مثل الشونة. هاي أماكن تسمى بنسميها إحنا السياحة هون سياحة علاجية لعلاج من بعض الأمراض. طبعا تقسم السياحة العلاجية لقسمين، قد تكون السياحة الطبية والسياحة الاستشفائية. طبعا السياحة الطبية مثلا زيارة مراكز صحية والمستشفيات، طبعا ليش؟ بسبب فيها تجهيزات طبية وكوادر طبية ذات كفاءات عالية. قد تكون هاي السياحة الطبية مش بس من عنا من الأردن، قد تأتي من خارج الأردن لعنا للاستشفاء من بعض الأمراض في مستشفياتنا الموجودة عندنا في الأردن. النوع الثاني السياحة الاستشفائية اللي حكينا عنها، انه اروح ازور بعض الاماكن الموجودة عندنا في الأردن اللي بتحتوي على مياه معدنية حارة لشفائنا من بعض الأمراض مثل أمراض الروماتيزم، أمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي. من الدول الرائدة في هذا المجال السياحي ألمانيا، تشيك، دولة تقع طبعا في وسط أوروبا في جنوب شرق ألمانيا، وبعض الدول العربية عندنا مثل الأردن ولبنان. النوع الخامس من السياحة السياحة البيئية. طبعا هذا النوع حديث من السياحة، ظهر في الثمانينات. بيعبر او الهدف من هذا النوع من السياحه عن يعبر عن نمط جديد من النشاط السياحي الصديق للبيئه. مثلا اني اروح مثلا ازور مناطق سياحيه مثل المحميات الطبيعيه حتى اشاهد الطيور البريه والحيوانات الموجوده في هاي المحميات للاستمتاع والتامل في الطبيعه. هاي النوع من انواع السياحه البيئيه.